شنو الشركات الصغيرة والكبيرة تتواجه مشاكل في التعريف على التاج ديالها؟ بالرغم من أنها تتوفر على محتوى عالي وجودة رائعة في المنتج، وهذا السبب راجع إلى كيفية توصيل المعلومات بطريقة احترافية وجد هادفة. وكما يقول المثل، خير الكلام ما قل ودل. فأفضل طريقة ممكنة لإقناع زبنائكم وشركائكم وجعل الثقة بينكم هي توصيل معلومات الشركة والمنتوج عن طريق شريط الفيديو، الذي يعتبر أحسن طريقة مواصلات في القرن 21. هادشي اللي بينتج المجهودات الجبارة للمتخصصين بعلم النفس والاتصال، لأن الإنسان يمكن له يصغي سمعيا ب 20% عن طريق الأقاويل والإعلانات الإذاعية، وبصريا 30% عن طريق القراءة والمشاهدة. ولكن فاش نجمعوا السمعي والبصري، فهاد الحين تنعزل الحظوظ إلى 70%، ألا وهو شريط الفيديو. هاد الصدد أحسن حاجة ننصحكم بها هو الاتصال بشركة جيكي ميديا لصناعة الأفلام والإشهارات في المغرب. Rolling. Check 1 2 3 testing. فشركة جيكي ميديا تتعزز تأثير الفيديو على المشاهد من 70% إلى 100%، وذلك بإضافة لمسة فنية ومستوى عالي في ميدان التصوير والإخراج. طبيعة الحال أعمال شركة جيكي ميديا تتوثق هادشي، والشركة قامت بالعديد من الشراكات العملية وطنيا ودوليا مع العديد من المؤسسات والشركات، خاصة الموجودة منها في المغرب كشركة غالفاميد أومنيوم المغربي للصيد، ومؤسسة مصير للبحوث العلمية. وجميع مشاريع شركة جيكي ميديا مع شركائها نجحت بتمام 100%، وعطات منتوجات عبارة عن أفلام وكبسولات اللي عززت منتوج شركائها في ميدان الاتصال وإقناع زبنائهم وتعزيز الثقة بينهم. فشركة جيكي ميديا تتقدم لكم عدة خدمات، منها إنتاج فيلم شركات مصحوب بمقطورات إشهارية، إنتاج عدة كبسولات فيديو لتفصيل محتوى منتوجاتكم بالكامل، إنتاج عدة كبسولات فيديو عن طريق انترفيوهات ومقابلات مع زبنائكم وشركائكم، مساعدتكم بتعزيز مجال اتصال المؤسسة أو الشركة اللي كتمثلوها بإضافة أفكار جديدة مستفيدين من تجارب الشراكات اللي قامت بها الشركة، وأخيرا التسويق الرقمي عن طريق البيانات التي تتوفر عليها شركة جيكي ميديا، وذلك بتوصيل أي منتوج تم تصويره إلى أكثر من 100,000 شركة مغربية و20,000 شركة دوليا في جميع القطاعات، زائد مواقع التواصل الاجتماعي. شركة جيكي ميديا لديها لمسة خاصة فيما يخص صناعة شريط الفيديو، وذلك بالمزج ما بين الفلسفة والإلهام والتقنية. ومنتوج الشركة يحتوي على لغة سينمائية، موشن جرافيك، أصوات متعددة بلغات عالمية، تمثيل، براين ستورمينج، أفكار جديدة، موسيقى تصويرية متزامنة، المؤثرات الخاصة، المؤثرات الصوتية، وأخيرا مونتاج احترافي. تنصحكم بمشاهدة أعمال شركة جيكي ميديا. نحن في انتظار اتصالكم في أي وقت، والسلام عليكم ورحمة الله.